اهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده غنيه منوعه ومسليه من البرنامج اليومي حلوه ومره. كارلا يونس اليس فرح وانا عفاف دمعه مرافقينكم لمده ساعه ونص من الوقت مع مواضيع بتهمكم وضيوف مبدعين باكثر من مجال فني. ومن ضيوفنا لليوم الدكتور جان بيير نعيم ومنتناول معه مكافحة الشيخوخة بالطرق الطبية، وريتا عيد وباتريسا إسحاق رح يخبرونا عن مزار شاهين سكول اوف ميوزك وقسم ليتل مايسترو. كلير عوادة بتحكي عن كتابة بليف تو اتشيف، ومايا التالي اليوم رح تنصح السيدات شو ممكن يلبسوا تيبينوا أضعف. واليوم ايضا مشاهدينا رح نستقبل بحلوه ومره المغنيه اللبنانيه الحائزه على كاس شارل تريني لافضل اغنيه فرنسيه بباريس غريز زيتونيا، وزلفا شلحط رح تخبرنا عن مسرحيتها اون سيرين او بيي دو بانغوان او حريه في بلاد البطريق. اما اول ضيوفنا بحلوه ومره لليوم مختاره دهور الشوير ميشلين مجعس. اهلا وسهلا فيك مختاره بحلوه ومره. بالبدايه كيف الطقس بدهور الشوير؟ يعني حسب معلوماتي المفروض يكون عاطل. شو؟ ايه اكيد عاطل كثير، كان ساعة كثير والدنيا كثير عم بتشتت مثل ما كنت عم بتقول. ما في ثلج لانه لا. عرفنا على 1005 نحن 1250 بعد 1250 لا بس بكره لازم يكون طقس احسن ان شاء الله. انا هيك بقول لك اذا الله راد ان شاء الله. انت جاي حضرتك مقيمه بدهور الشوير اكيد صيفا شتاء ما هيك؟ صح مظبوط. بتنزلي كثير على بيروت؟ اكيد لانه بشتغل ببيروت بدبي وبطلع وبنزل كل يوم. يعني لا لانه عم تقول لي بتشتغلي معنا يعني مش فول تايم اوام مختاره بدهور الشوير يعني مشتغل. بعدك بمجال الارقام حضرتك درس محاسبه صح. ووحيده على ثلاث شباب مضبوط. كيف عم بتلحق لك انا بين الوظيفه والمختاره؟ بنزل على الشغل وبعد الظهر بس اجي على البيت، العالم يجوا لعندي نتعامل وراهم لانه في كمان غيري مختارين بالشوير يعني اذا بدهم معاملات قبل الظهر بيجوا بيروحوا لعند المختير. في حدا موجود؟ ايه اكيد. انا اكثر شيء بيجوا لعندي الموظفين لانه بيكونوا خلصوا شغلهم بدهم يعملوا اوراق بيجوا لعندي وبستقبلهم اكيد انا. من بعد الستة لك يعني. من بعد الخمسة ونص نكون هيك محددين أكثر. حضرتك مش بس درستي محاسبة كمان كان عندك تجربة بالكونسرفاتوار تقريبا شي ثلاث سنين درستي غناء شرقي؟ مظبوط. شو يعني فنانة إذا فينا نقول مختارة فنانة؟ من أنا وصغيرة كثير بحب الأغاني وبحب غني وبسمع دائما مسرحيات فايق رحابني وفيروز يعني تقريبا حفظتهم كلهم. ايه فصوتي مقبول يعني ما بو شيء فرحت حبيت انه ادرس شوية موسيقى هيك بنمي صوتي شوي وهيك. درست ثلاث سنين وما قدرت كفيت بعدين لأنه بس بلشت بشغلي ما بقى عندي وقت. بدك تتصرغي لدراسة الموسيقى بدها وقت تتعلمي سبع سنين بس كرملتها هيك الفيرست ستيب مثل ما بيقولوا وبعدين ببلش لأنه عندك لازم تتعلمي عود لازم تتعلمي سولفيج وهيك وبدهم كثير درس وبدك تعطي من وقتك كثير فما قدرت كفي من هيك وقفت. ولكن مشلين شي مرة غنيت بشي مناسبة عامة كان في قدامك جمهور؟ ايه اكيد صارت؟ ايه بالمدرسه دائما كنت بكل المناسبات على عيد المعلم على نوال على شيء دائما كنت اغني ونعمل يعني اشياء هيك الاولاد يزبطوا لنا هيك اغاني. كيف كانت تجربتك؟ شو كنت تحسي جمهور كنت كثير حب كنت بقى كثير خايفه قبل ما اطلع على المسرح بس اطلع خلص ما عاد شوف حدا قدامي قد ما يكون في عالم ما عاد شوف حدا قدامي. وغنيت مره كمان بعيد المغتربين عندنا بالصيفيه بنعمل 15 يوم تقريبا عيد المغتربين غنيت عنه بالتفصيل غنيت باليوم القروي اها ايه وغنيت لفيروز كمان. رح تغني لنا شيء؟ لا ليش؟ سمعت هيك اليوم يعني اليوم صعب مهرجانات معقوله بحلو مره ما تغني لنا هيك بس انا وكارلا يعني قدامك ما حدا رح يسمع لا صعبه يعني ابدا شيء بسيط هيك ترنحي لنا فيروز يلا بس نسمع هيك خيمة صوتك مش أكثر جملتين لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا حلو يعني هيدا بتشكرك هيدا مع التوتر كمان اكيد وعم تغني يعني اغنيه صعبه كثير بتحبي بس الغناء يعني ما بتشتاقي مثلا بتقولي هاللي درستهم راحوا دعان او لا انا اصلا كنت صغيره كان حلمي انه اقف على المسرح واعمل يعني اشترك بمسرحيه
بس ما ايام الحرب وهيك ما قدرت انه ادرس، بلشت كونسرفاتوار مؤخر، يعني المفروض كنت انا وصغيره بلش كونسرفاتوار تتمرني صوتك ويصير صوتك مليابل اكثر وهيك، بس هيك هيدي العيشه بلبنان، مش دائما الواحد بيعمل اللي بده اياه. بالاهل، بقعده الاهل، بقعده الاحد بتغني مثلا اذا عندك ضيوف او حدا اصحاب؟ ايه بس يكونوا كلوز كثير لانه اجمالا بستحي ما. يعني خلص بعد هالقعده بحلو مره غنيت قدام الالوف ما بستحي ابدا مختاره. شو ممكن تخبرينا اكثر عن هيك عن ظهور الشوير؟ نحن عرفنا كنا عم نحكي شوي قبل انه هي ضيعت الشوير وظهور الشوير تابعه للشوير، يعني انت حضرتك مختاره الشوير. مظبوط، ما اخترت الشوير، هي الاصل الضيعه هي الشوير، وفي لها في فوق تلال فوقها، فالعالم كلهم صاروا بعد ما مليت الشوير تحت ما بقى في مطرح، صاروا ينقلوا ويعمروا على ظهور على ظهر الشوير، سموها ظهور الشوير وهي صارت المعروفه اكثر، لانه في عندنا كثير اوتيلات، في عندنا مطاعم، يعني كانت بالسبعينات اللي يطلع صيف بظهور شوير هيدي شيء كثير منيح. اكيد كان عزيز بالسبعينات. مظبوط، يعني تقريبا كل الفنانين وكل المطربين طلعوا غنوا بمطاعم وقهوه الشوير. حلو. ايه فمن هيك معروف ظهور شوير اكثر من شوير، بس نحن انا مختارت الشوير مش ظهور شوير. يعني من حديثنا عن الغناء هلا باجواء الغناء كنا عم نحكي، رح نستقبل المغنيه اللبنانيه جريس زيتونيا. مختاره، لنرجع لحديثنا معك عن المخطره، شو تغير بحياتك بعد المخطره؟ صرت رسميه اكثر، صرت او بالعكس اجتماعيه اكثر بطبيعه هالعمل يعني؟ لا بالعكس صرت اجتماعيه اكثر، لانه بدك تكوني تاخذي وتعطي مع العالم طي يثقوا فيك ويطلبوا منك الخدمات اللي بدهم اياها من المخطره. بس حلو كثير المخطره انه بصير في عندك علاقات مع العالم كثير، يعني بتعرف على عالم كثير جديده. اكيد. ايه بالمناسبات، كل المناسبات اللي بتصير بالمنطقه كلها بالمتن تقريبا بيبعثوا لك دعوات، بتروحي بتحضريهم، بتتعرفي على عالم جديده، يفتح لك افاق جديده تنفتحي على المجتمع اكثر. مين مشتين شجعك على خوض الانتخابات؟ في اهلي شجعوني، يعني انا حبيت الفكره من الاول انه نحن عندنا بالشوارع دائما في سباقين للاشياء الجديده، نحن من سنتين وحدنا عيد باك، يعني صرنا بنعيد التقويم الغربي والتقويم الشرقي مع بعضنا، منصوم سوا ومن ايه ودائما كلنا ان شاء الله يا رب لبنان كله او بكل العالم يصير انه يصير العيد موحد. فمن هالشغله هيك حسيت انه لازم نعمل كمان شيء جديد، انه ليش دائما مقتصر المخطره على الرجال، يعني هن اللي دائما بينزلوا على المخطره وهيك. حبيتوا تغيير؟ حبيت الفكره. وعرضت الفكره على اهلي وعلى اصحابي وهيك، قلت لهم شو رايكم اذا انا بنزل بترشح للمخطره؟ اول شيء انه ايه ليش حلوه شغله جديده، انه بشوير دائما هيك عنا وبحبوا الاشياء اللي يعني بيشجعوا الاشياء الجديده، انه عرفتي؟ ايه. وفي مديره الثانويه عنا الانسه صباح مجاعز كمان كثير شجعتني وساعدتني، انه قالت لي يلا نحن بندعميك وهيك. ايه ومشينا فيها. اكيد العائله اكيد رح تدعمي. لا حبيت فكره انه المراه فيها تثبت حالها حتى بالمخطره، يعني وين ما كان ثبتت حالها، فليش لا بالمخطره كمان انه بتصير كمان. وحضرتك اكيد ثابته حالك. مختاره، عندنا فقره ثابته نحن تقريبا بالبرنامج وهي فقره هيلث، واليوم رح نستقبل الدكتور جان بيير نعيم وهو رئيس اكاديميه السويسريه للطب مكافحه الشيخ. عودة لمتابعة حلو مرة مع ضيفتنا لليوم مختارة ظهور الشوير مشلين مجعيس. مشلين أهلا فيك مرة تانية بحلو مرة. كنا حكينا عن عز ظهور الشوير بالسبعينات، برأيك اليوم استرجعت ظهور الشوير هالعز بالماضي الحلو؟ ايه أكيد، من بعد الحرب الحرب اللي مرقت على لبنان ومرق كتير على الظهور، الحمد لله البلدية الجديدة عنا كتير عم تشتغل، وكانت الصيفية عنا كتير حافلة، يعني تقريبا رجع ايام عز الظهور مش مثل ما كانت قبل، بس انه كثير السنه كان في عندنا كثير عجقه شوي بيصير، وكان في عندنا يعني. ايه كل سنه بنعمل مهرجان نحن بظهور، مهرجان المغتربين تقريبا شي 15 يوم بدوم. ايه بدوم، بنعمل كثير فيه نشاطات رياضيه، بنجيب مطربين لعنا على الضيعه، وكلها فور فري، كلها بالساحه، يعني ما حدا بيدفع ولا مجاني. ايه ايه، والسنه الحمد لله كان في عنا كثير اقبال حتى من الضيعه اللي حدنا. حلو. يعني البلديه الحمد لله برئاسه الاستاذ اليسبو صعب كثير عم تشتغل وكثير عم تحسن عنا بظهور. هيدي بالصيفيه كانت بتقوم بمهرجان المغتربين، ولكن بالشتاء هل بتعملوا شيء مهرجانات؟ ايه على ما بنعمل مهرجانات، بس على نوال في عنا الكشافه
بيجيبوا كادويات جاستيت يعني للاولاد، بيلبسوا بير نويل وبيمرقوا على كل البيوت بالضيعه. يعني بتحس الاطفال عندنا حلوه اكيد، كثير حلوه هي. يعني بتحس الولد مصدق انه ايه في بير نويل بيجي لعندي على البيت بيعطيني كادو. حلو. كثير كثير حلوه. وبنعمل معرض على نويل كمان، معرض اشغال يدويه، الستات عندنا اللي بيشتغلوا اشياء يعني بينتور او كروشيه او حيالله شيء، او بيعملوا كمان بيجيبوا من حتى من برا بيعملوا نويل السلال وهيك على نويل ارانجمانات كمان بيعون. كان كثير كمان حلو السنه مختاره. انتم بدور شوير معروفين هيك بشيء اكله طيبه مختصين فيها؟ نو، الاكلات اللبنانيه المعروفه انه ما في شيء معين عندنا. وانت اطيب اكله عندك؟ ملوخيه. وبحب السوشي كمان. بس انا بعرف كارلا يمكن مدهور شوير كانوا مشهورين بالسيف والترس. ايه اكيد عندنا السيف والترس، يعني مثل تقليد، يعني شو ما بيصير في عندنا بالضيعه من مهرجانات من احتفالات من شيء، دائما بيكون السيف والترس والبيرق شوير قدام كل المهرجانات. وفي عندنا حتى عم بيعلموا السيف والترس، في عندنا اطفال عم بيتعلموا هلا السيف والترس، ان كان بنات وان كان يعني شباب وصبايا صغار، عم بيطلعوا جيل انه نخلي التراث اللي عندنا يضل مكمل لبعدين، يعني ما يروح مع اللي الجيل الجديد. ايه مع الجيل الجديد. يعني كمان من الامور اللي بتعملوا، بتفتكر بتعملوا هيك الفخارات الكبار وبتعملوا الهريسه ومهريسه؟ ايه هذا باليوم الكروي. ايه في نهار اليوم الكروي كل النساء بالضيعه بيتبرعوا انه كل ست او اثنين بيعملوا طبخه من التقاليد اللبنانيه، يعني مثل الصاج، مثل الهريسه، مثل عده، يعني كل الاكلات القديمه اللي هلا صرنا نفتقدها يعني كلها بالمناسبات. بالمناسبات نحن دائما ناكل هيك برجرز، بس برجر البرجر بتفرق. واليوم رح نعلمك كمان برجر ونشوف هيك مطعم برجر غير شكل. خلينا نشوف هذا الريبورت. شو مختاره برجر وما كثير بتنصح؟ منيحه. ايه منيحه اكيد، انا كثير بحب البرجر كمان. مين ما بحب البرجر؟ لنرجع شوي لهيك، شو بتحبي انت؟ بتتابع شي نشاطات فنيه؟ بنعرف بتحبي المسرح وتحديدا الرحابنه. اكيد كل المسرحيات اللي بيعملوها بجبال كل سنه بكون من اولى الاشخاص اللي بيحضرون، لانه كثير بحب المسرح خاصة الرحباني. يعني ما بتقفي؟ ايه لا ابدا، ولا مسرحية. وبحب كمان الكراكلا كمان بحبه كثير، بحب الدانس يعني احضر كمان مسرحياتهم. وتقريبا كل شيء هيك بحب، لانه الاشياء الفنية بحب تبعها. أحداث اجتماعية وثقافية بتشاركي فيها ما بتقفي. بعد ايام قصيرة مختارة رح تبلش ببيروت مسرحية انسيران او بيي دو بانغوان او حرية في بلاد بطريق. ومختارة مشلين اهلا وسهلا فيك بحلو مرة، نورتينا. ميرسي كثير. وجيبوا لنا هيك شوية برد ولا لا؟ نحن كيف برد؟ لا في كيف هون برد. هون في رطوبة، بنجيب لكم ساعة بس هون في رطوبة. أحسن إيه. لازم تزورونا بالصيفية تحضروا المغتربين، مهرجان المغتربين عندنا كثير حلو. أكيد نرحب فيكم عندنا بالطول. أهلا وسهلا فيك مشلين مجعسة بحلو مرة. حلوة ومرة.